المعنى اللي هم عايزين يقولوه. يبقى اشتاقوه، كلنا بنشتاقه. وبعدين اول ما يجي اطردت من اجلاله لا خيفة بل هيبة. شفت بقى؟ يبقى مش هيبة، مش خوف، لا ده هيبة، بل هيبة وصيانة لجماله. لأن جمال النبي متغطى بالوقار والهيبة. فإذا كان ده مخلوق فما بالك جمال الله؟ إذا كان النبي المخلوق ما تقدرش تتملى من جماله فما بالك الذي خلق هذا الجمال؟ يبقى إيه؟ فهمت بقى معنى؟ أدي معنى كلام الشيخ إن حال أهل الجمال في الخوف بتبقى هيبة مش خوف، حالهم هيبة تعارض المكاشف أوقات المناجاة. فهمت بقى؟ وتصون المشاهد أحيانا المثمرة، وقت المثمرة. تصونك إنك أنت تطلب اللي ما يليقش دلوقتي، ما جاش وقت. فهايب انه يتملى من الجمال بسبب الجلال، وهايب في المسامره والمحادثه انه يفتح مواضيع لم ياتي وقتها بقى. فهمت ازاي؟ ومش كده وبس، وتقسم المعاين بصدمه العزه، ولله العزه ولرسوله. تقسمه يعني تجعله لا اراده له ولا اختيار، استهلك في فيما كوشف به. استهلك يعني لا إرادة له، قسمته. واخد بالك؟ وتقسم المعاين بصدمة العلم. وفي رواية تانية وتعصم المعاين، تعصم المعاين بصدمة الإيه؟ العزة، يعني تعصمه من مراعاة، من عدم مراعاة الأدب حال المناجاة والمشاهدة. يبقى تعصمه ان تحفظه، وتقسمه يعني تستهلكه. فإذا قسمته أخرجته من اختياره، فيصير مع مولاه على ما يريد أن يكشف له أو يعطيه أو يمنعه أو أي شيء، ملوش اختيار. فلو سئل ما أجاب، فاهم؟ لو سئل ماذا تريد لا يجيب. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونقف على باب الإشفاق والخشوع يوم الأحد القادم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.